صحفي نادي مانشستر سيتي المعروف بسام لي يفضح بيب غوارديولا وايضا زي مشاهدين رياض محرز بات مطلب الجماهير الانجليزيه والعربيه، وايضا صفقه مفاجئه عن لاعبين محترفين ولاعب المنتخب الوطني الجزائري. هذا ما سنتعرف عليه ان شاء الله في هذا الفيديو. السلام الله عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا اعزائي المشاهدين، ليله امس في المباراه اللي جمعت بين نادي مانشستر سيتي وايضا نادي تشيلسي، نادي مانشستر سيتي بطبيعه الحال وذلك بشكل رسمي ودع حلم الرباعيه وودع بطوله الاف اي كاب في ليله امس امام نادي تشيلسي في ملعب ويمبلي. طبعا اذا مشاهدين بسبب بعض القرارات وتلك القرارات التي اتخذها بيب غوارديولا التي ادت الى خساره الفريق، كانت من ضمنها يعني العديد من الاشياء، والشيء الذي اريد ان اركز عليه هو الضغط الاعلام الانجليزي على بيب غوارديولا. راكم شاهدتم اعزائي المشاهدين، اذا ما راكمش تشاهدوا المؤتمرات الصحفيه لبيب غوارديولا تجدون ملخصاته هنا في قناتنا. كل مره رانا نتكلموا على الدعم وايضا الضغط الانجليزي على بيب غوارديولا من اجل ارجاع رياض محرز الى كرسي البودلاء واشراك رحيم ستيرلينج. هذا ما صرحت به الصحف الانجليزيه والاعلام الانجليزي منذ 3 ايام الى 4، منذ اعزائي المشاهدين بقاء رحيم ستيرلينج في 6 مباريات على التوالي، او ليست على التوالي بل 6 مباريات مفترقه في كرسي البودلاء. منذ ذلك الوقت والاعلام الانجليزي يطالب 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 في حقوق رحيم ستيرلينج، حتى يعني اشركه بيب غوارديولا واعتمد عليه في مباراه مهمه مثل مباراه يعني نادي مانشستر سيتي امام تشيلسي، ووقع بيب غوارديولا في فخ هذا الضغط. بطبيعه الحال عندنا ادله على ما اتكلم اعزائي المشاهدين، الصحفي ساملي الموثوق اعزائي المشاهدين والذي يعمل في جريده ذا اثلتيك والمختص في جلب اخبار نادي مانشستر سيتي، وكان ايضا ضيف في حلقاتنا في العديد من الحلقات في قناتنا. بطبيعه الحال اذا راكم متابعين قدام في هذه القناه راح تشوفوا، ومتاكد باللي انكم شفتوا المقابلات التي عملناها مع الصحفي ساملي، نقدموا له تحيه في هذا الفيديو. اكتبوا لي في صندوق التعليقات اذا تذكرتوا واذا انتم مشتركون يعني منذ زمان في هذه القناه ام لا. هذا الصحفي صرح قائلا مجددا: وقع بيب غوارديولا في مأزق الوثوق بلاعبين مثل ميندي، رحيم ستيرلينج، كابريال جيسوس ليقوموا بالمهمة. هذه التغريدة الظاهرة أمامكم في حسابه التويتر، ليكون بيب غوارديولا يعني ليس وقع في فخ فلسفته أو وقع في فخ اختيار هؤلاء اللاعبين، بل وقع وخضع بيب غوارديولا إلى أوامر الإعلام الإنجليزي. الحقيقة تقال، يعني ما فيهاش كلام، بيب غوارديولا راه مضغطين عليه بشكل كبير، وايضا بسبب ذلك الضغط اصبح بيب غوارديولا يتعمد او انه كما نقول اعزائي المشاهدين ضغطين عليه من اجل اشراك رحيم ستيرلينج. راكم شفتوا رحيم ستيرلينج لا مجال للمقارنة مع فيلي فودي او مع رياض محرز. الحقيقة تقال، اذا راني غلط اكتبوا لي في صندوق التعليقات. رحيم ستيرلينج كانت عنده مواسم كان ينفجر فوق ارضية الميدان، كان كالبرق وكان دائما حاسم، ولكن حاليا ما راهش يقدم لنا المستوى بطبيعه الحال للاسف الشديد. ولو كان يعني بيب غوارديولا استعمل في الخط الهجومي كل من برناردو سيلفا ورياض محرز عفوا في الفودن لما راينا يعني شيء اخر، لانه نادي مانشستر سيتي بدون رياض محرز وبدون كيفن دي برون يعني ما كانش اتزان، ما كانش توازن في خطه نادي مانشستر سيتي. فلهذا هذا المعلق وهذا الصحفي ساملي فضح لنا ان بيب غوارديولا خضع الى الاعلام الانجليزي وايضا الى اوامر الاعلام الانجليزي. فقد صرح قائلا انه مجددا وقع بيب غوارديولا في مازق الوثوق باللاعبين، يعني لم يقع ولا هم يحزنون، بل يعني خضع بيب غوارديولا الى اوامر الاعلام الانجليزي. يعني كل ندوه صحفيه تصله العديد من الانتقادات، كل ندوه صحفيه تصله العديد من الاسئله، علاش ما راكش تلعب رحيم ستيرلينج، علاش رحيم ستيرلينج، رحيم ستيرلينج، حتى اشرك رحيم ستيرلينج لكي يظهر لهم وايضا لكي يبين لهم ان رحيم ستيرلينج راه متشائم، راه متخاذل، ما راه يقدم لنا ولا شيء فوق ارضيه الميدان، يضيع كرات سهله وبطريقه غبيه. فقولوا لنا في صندوق التعليقات، يعني نتمنى منكم اعزائي المشاهدين تقارنوا لي بين فيل فود، ما تقارنوليش رياض محرز، ولكن اعزائي المشاهدين نقولوا قارنوا لي في صندوق التعليقات رياض محرز مع رحيم ستيرلينج، لانه الاعلام الانجليزي راه باغي رياض محرز الى كرسي البدلاء ورحيم ستيرلينج قال يكون اساسي. قارنوا لي في كلمه في صندوق التعليقات. بينما ايضا كانت هنالك كما قلنا اعزائي المشاهدين هجوم جماهيري كبير على بيب غوارديولا من اجل اشراك رياض محرز، كما تشاهدون بعض التعليقات ساشاركها معكم، قائلين عندما رياض محرز يكون غير اساسي في نادي مانشستر سيتي
طبعا نادي مانشستر سيتي يخسر المباراة. بيب غوارديولا واي ستيرلينج؟ لماذا ستيرلينج؟ أنت لديك برناردو سيلفا وعندك أيضا رياض محرز وفودين وغوندوغان. كان يو غوندوغان كان ميك ديفرنس يو ميك اس ساد، يعني قبل اللي عندنا هؤلاء اللاعبين وكان قادرين يقدموا لك مستوى أفضل، علاش ما لعبتهمش؟ أنت تجعلنا يعني أنت تصيبنا بالإحباط. وطبعا أعزائي المشاهدين هذا معلق من ضفة نادي تشيلسي بطبيعة الحال. صرح قائلا: أنا سعيد جدا لأن رياض محرز لم يلعب، هذا اللاعب دائما ما كان يسجل علينا، جو تشيلسي. يعني دائما قال باللي أنه رياض محرز يتألق ضد نادي تشيلسي. فأنا كما قلت لكم أعزائي المشاهدين، بيب غوارديولا خضع إلى أوامر الإعلام الإنجليزي، ممكن أنه تحدى الإعلام الإنجليزي لكي يظهر لهم أن رحيم ستيرلينج ما راح يقدم له ولا شيء، أو ممكن أنه يعني خضع لأوامر يعني الإعلام الإنجليزي، لأنه هذا اللاعب عنده وزن كبير وعنده لوبيات كبيرة وراء رحيم ستيرلينج وفيل فودن. فالهدف للإعلام الإنجليزي هو يعني إشراك رحيم ستيرلينج مكان رياض محرز وليس مكان فيل فودن في التشكيل الأساسي، لأنهما كلاهما يعني عندهم وزن وكلاهما لاعبين المنتخب الإنجليزي، فكلاهما يريدون لهم الخير. أما بالنسبة لرياض محرز يعني هذا لاعب جزائري لا يهمنا. هذا هو التخمام نتاع الإعلام الإنجليزي. تعليق الآخر يقول: well, Sterling had a great run I guess. He needs some rest. برناردو سيلفا، رياض محرز and Foden in the front three. يعني قال بلي أنه رحيم ستيرلينج عنده انطلاقات سريعة وجيدة ولكن يحتاج إلى الراحة. برناردو سيلفا ورحيم ستيرلينج وفيليب فودين يجب أن يكون في الخط الهجومي الثلاثي. وطبعا تعليقات أخرى مثل قائلا هذا الشخص: إن محرز واضح بالفعل من قيمة يعني رحيم ستيرلينج، يعني عنده قيمة كبيرة على رحيم ستيرلينج. تعليق الموالي يقول: It's crazy how people used to say that Sterling is better than رياض محرز. الناس مجانين لأنهم يقولون أن يعني رحيم ستيرلينج أفضل من رياض محرز. تعليق الموالي يقول: سيكون هنالك محرز في كل مرة على يعني رحيم ستيرلينج، يعني مكان رحيم ستيرلينج في كل مباراة تكون كبيرة. بطبيعة الحال هذا طلب جماهيري كبير. تعليق الموالي قائلين: كنت أبكي من أجل دخول رياض محرز عندما سدد ستيرلينج تمريرة متخاذلة إلى كانسيلو في منطقة الجزاء. تعليق الموالي أعزائي المشاهدين من الجماهير العربية: الوثوق به بيكون لمدة 20 دقيقة مش أكثر، يعني في اللاعبين الذين أشاركهم بيب غوارديولا. هذه غلطة كبيرة، المدربين هو ما بيعملوها. والله أستغرب من بيب غوارديولا اليوم أنه ما نزل رياض محرز بدل ستيرلينج أو خيسوس. حرفيا هو يتحمل كامل الهزيمة عندما يبغى محرز، عندما يغيب عفوا رياض محرز تغيب الانتصارات. وطبعا إذا مشاهدين ننتقل إلى الخبر الموالي في عجالة عن نجمنا الدولي الجزائري يعني رامز زروقي. رامز زروقي في الآونة الأخيرة تألق بشكل كبير مع المنتخب الوطني الجزائري وكان عنده أداء لافت. فالصحفي الموثوق مؤمن أيد قاسي اللي عنده اتصال دائم مع هذا اللاعب، خاصة أنه عمل معاه العديد من الحوارات والعديد من المقابلات، صرح لنا في حساباته السوشيال ميديا قائلا ومؤكدا لنا مؤمن أيد قاسي اللي نقدمه له تحية من هذا الفيديو بطبيعة الحال، قائلا: بعدما قدم رامز زروقي لاعب وسط فريق تفنتي الهولندي أوراق اعتماده سريعا مع المنتخب الوطني الجزائري بمشاركته في مباراتين بعد استدعائه الأول له في صفوف الخضر، أندية كبيرة في إنجلترا تريد التعاقد مع صاحب 21 ربيعا على غرار توتنهام. هل حان وقت الرحيل رامز الروقي للبريمير ليج؟ طبعا إذا مشاهدين ما فهمته وأيضا ما كان يقصده يعني مؤمن أيد قاسي في حساباته السوشيال ميديا، مؤكدا لنا أن هنالك العديد من الأندية يعني في إنجلترا تريد، وأندية كبيرة ليس بأندية صغيرة بل أندية كبيرة تريد التعاقد مع نجمنا الجزائري رامز زروقي. طبعا هذه النقطة ستنعاد علينا إيجابيا للمنتخب الوطني الجزائري، هذه النقطة مفروغ منها. وطبعا هذا اللاعب ماذا بينا نشوفوه في أندية كبيرة. فالسؤال الذي طرحه الأخ مؤمن أيد قاسي: هل حان الوقت لرحيل هذا اللاعب وانتقاله إلى يعني الدور الإنجليزي على بوابة على غرار فقط هو كشف لنا فقط نادي واحد ألا وهو نادي توتنهام؟ فقولوا لنا رأيكم في صندوق التعليقات، هل تتوقعون رحيل هذا اللاعب أم بقائه لسنوات قادمة ومواسم قادمة مع نادي تفنتي الهولندي؟ أنا بالنسبة لي ماذا بينا نشوفوه يخوض مغامرة ويخوض تجربة جديدة مع أندية إنجليزية كبيرة جدا، لأنه يعني الدوري الإنجليزي هو أفضل يعني بالنسبة لجميع الدوريات الأخرى. فإذا انتقل هذا اللاعب أنا حسب رأيي الشخصي راح يزيد يطور مستواه وراح ينعاد علينا كل شيء إيجابي على المنتخب الوطني الجزائري. فأنتم ما قولوا لنا في صندوق التعليقات
ما رأيكم أعزائي المشاهدين حول هذه الأخبار؟ وهل تتمنوا هذا اللاعب أن ينتقل إلى نادي توتنهام أم أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز أم بقاؤه في نادي ديفنتي أحسن بكثير؟ أخبرونا رجاء في صندوق التعليقات. وكان هذا الفيديو اليوم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.